وانا النهارده في قلب المعنى الموسيقيه بعتذر لاستاذنا الكبير الاستاذ مهاني شاكر، وانا بتاسف لك وبقول لك انا اسف. انت استاذنا الكبير، احنا اتعلمنا على هناك، وبتاسف لاعضاء المجلس كلهم. انا ما كنتش اقصد اي حاجه ان انا ازعلكم ولا اقصد اي حاجه. الاستاذ هاني شاكر تاني مره انا بتاسف لك وبقول لك حقك عليا، وما تزعلش مني، مش مقصوده خالص ان انا كنت ازعلك او اعمل اي حاجه، واسف كبير لاعضاء المجلس. انا اسف ليكم وحكم عليا.